نرحب بحضراتكم في آخر فقراتنا النهاردة، وكلامنا النهاردة عن فترة المراهقة، إزاي نتعامل مع الأطفال في السن ده، وإزاي ما يبقى عندنا طفل في مرحلة حرجة فعلا بيعدي بتغيرات كتير جدا، إذا كانت نفسية أو جسدية بتعمل مشكلات لي وللي حواليه. إزاي أنا كأم أو أنا كأب إن أنا أتعامل مع ابني في المرحلة دي. بنرحب بضيفتنا طبعا اللي منورانا، أستاذة سهام حسن، أخصائية نفسية وتعديل سلوكيات الأطفال. صباح الورد. صباح الفل. صباح الورد عليكي، اهلا بيكي. وانا عايزه ابدا شويه قبل سن المراهقه، التمهيد للمرحله دي من الام والاب. وسمر قالت جزئيه مهمه قوي، انا كأم او انا كأب، لان عاده يعني اللي متعودين عليه ان احنا بنرمي كل حاجه على الام والاب خلاص بيشتغل وبيجيب الفلوس وخلاص. بالظبط، للاسف، لان تقريبا اكتر مرحله يعني من المراحل المهمه في حياه المراهق بقى او اللي هو الطفل اللي هيتحول لمراهق هي مرحله المراهقه والتمهيد ليها. فتبادل الادوار، ان الام هي اللي تبقى مسؤوله حتى عن توعيه الولد مش البنت، الولد عن ان دي مرحله بلوغ وان انت هتخش في مرحله تانية خالص، الام هي اللي بتاخدها. وللاسف احنا بنبقى يعني غايب عن ذهننا حاجة مهمة جدا، يعني حاجة اسمها الذكورة والأنوثة. فكده كده الولد أو الذكر بياخد صفات الذكورة من الأب، والأم بتدي لبنتها صفات الأنوثة. فمعنى كده أن لما الأم تعمل إحلال لدور الأب وتتكلم مع ابنها عن مرحلة البلوغ، هو مش هيبقى قادر أنه يتخيل ده. طب ما يمكن الولد عنده ثقة أكتر في والدته، يعني هو هي أقرب له من الأب. ما أنا عشان كده بقول لازم في المرحلة دي أن أنا أبدأ أمهد لها من البداية، بأن أنا أدخل بقى دور الأب وأبدأ أن أنا أفعله، حتى لو نص ساعة في آخر اليوم بعد ما يرجع من شغله. بس في حاجات لازم تتزرع في المراهق من الأب نفسه مش من الأم، علشان يبدأ أن هو فعلا يتخيل. وبعدين في اسئله الام هتبقى محرجه ان هي تتكلم فيها، لكن الاب لا، لان هو ابنه. احيانا الام بتضطر، لو هي ارمله او مطلقه هتضطر تقوم بدور الام والاب. بقول دايما نخلي خاله عمه، لازم عنصر الذكر يبقى موجود في الموضوع، بلاش ان هي تبقى هي اللي واخده النقطه دي. احنا اتكلمنا في حلقه من الحلقات قبل كده عن اضطراب الهويه الجنسيه، الولاد اللي بتتقلب بنات او ان هم بيتكلموا باسلوب دلع لان هو ما عندهوش مثلا في العيله او ما عندهوش اخوات ولاد او بابا متوفي، فهو اتربى مع اخواته البنات والام، فبياخد منهم صفات الانوثه. فعشان كده الافضل والاصلح ان الاب هو اللي يهيئ المراهق الولد لمرحله المراهقه، والام هي اللي تبدا تهيئ البنت لمرحله البلوغ. احنا بنشوف ساعات الولاد الصغيرين، مش صغيرين قوي، انا بتكلم مثلا عن 4 سنين، بنلاقي ان هو بيتكلم بصيغه المؤنث لو هو عنده اخوات بنات اكبر منه. الام والاب بياخدوا الموضوع بضحك، يعني بيضحكوا للاسف الاكبر قدام الناس وحاجه لطيفه وكده. يعني هنا برضو يعني لازم نلفت ان لا، هو لازم يكون عارف ان هو صغير ان هو مختلف. طبعا، وحته ان انا اعلق على ده بسخريه او بضحك، الاطفال بتبقى فاهمه ان انا بضحك او بديهم تشجيع لسلوكهم، فمعنى كده ان السلوك مرغوب فيه، فبيكرروه كذا مره وبيبدا ان هو يثبت عندهم. فلما تيجي الام بقى تخش في مرحله تعديل السلوك، انا عايزاه يبقى راجل، انا عايزاه يبقى ولد، يحس ان هو ولد، تبدا يلبس دلوقتي الفساتين وحاجه اخواته البنات، بتتعب لان السلوك اخد فتره وهو ثابت. فانا عشان اغيره ما انا لازم اخد برضو نفس الوقت ده، او يمكن اكبر كمان على حسب تكبر الطفل. ايه اهم يعني مرحله او سمات مرحله المراهقه؟ مش الجسديه، النفسيه، لان يمكن الجسديه بتبان والام طبعًا بتبقى عارفاها فبتنبه ولادها او بتفهم بنتها او ابنها طبعًا. لكن النفسيه، التغيرات النفسيه، وان بقى هو خلاص الولد بيبقى حاسس انه راجل والبنت حاسه ان هي مدموزيل. فايه السمات اللي بتميز المرحلة دي، وازاي كأم وأب يتعاملوا معاها؟ أهم السمات اللي أنا أبقى شايفها كأب وأم عشان أعذر المراهق وقتها، إن أنا غصب عن المراهق في تغيرات فسيولوجية وتغير في الهرمونات بتخلي المراهق غصب عنه يبقى عصبي أو يبقى داخل في مود اكتئاب وحزن أغلب الوقت. البنت نفس الشيء، لأن هي بتمر إن هي خلاص جسمها والهرمونات بتبدأ إن هي تشتغل وتهيئها لإن هي تبقى أنثى. هتمر بمرحلة الدورة الشهرية، هتمر بنفس الظروف النفسية اللي بتمر بيها أمها. فهي لازم ان هي الاضطرابات النفسيه دي بتستمر وقت قد ايه؟ يعني ممكن مش اضطرابات، احنا مش هنسميها اضطرابات الا اذا استدعى الموضوع فعلا لتدخل نفسي، ان هي تروح لمتخصص نفسي. الموضوع يعني فكره العصبيه مثلا عند في السن ده، يعني العصبيه دي بتهيألي ملاحظه يعني اسر كتير شائعه جدا. دي بتستمر وقت قد ايه؟ امتى الامور تبدا تستقر من الناحيه النفسيه بالنسبه لل... لو انا اتعاملت معاها صح من البدايه، لو انا فعلا زي ما بقول كده انا قدرت ان التهيئه النفسيه
الشخصيه دي حاجه مهمه. وانا قعدت مع بنتي ومع ابني اتكلمت معاهم ان ده شيء طبيعي، ان ده عادي. في امهات كتيره جدا بتجيلي ان هي ما وعدتش بنتها ان في حاجه اسمها دوره شهريه، فالبنت اتفاجئت مره واحده فحصل لها صدمه نفسيه، لان هي كانت كل اهتمامها من البدايه تخويف وترهيب ان اوعي حاجه تحصل، اوعي معرفش ايه. فالبنت جالها ذعر ورعب بمجرد ما شافت ده، لان هي خافت على نفسها، فكرت ان في حاجه حصلت لا قدر الله. فطبعا ان هي ما تستوعبش او تحتوي الموقف، فالبنت للاسف بتمر بمشاكل نفسيه او مراحل كمان لدخول في اضطراب نفسي، ان هي ما بقتش واثقه في نفسها ولا واثقه في ان هي هتبقى قادره ان هي تبقى انثى زي مامتها وتفتح بيت وما الى اخره. فطبيعي ان انا زي ما بقول لك ان انا طول ما انا مستوعبه محتويه الموقف كأم وكأب، قريبه من ولادي، بتكلم معاهم بصراحه، يعني كل فكره. طب خلينا نعمل العكس، يعني نتكلم عن دور الاب مع البنت في الفتره دي ودور الام مع الولد في الفتره دي. هما هيبقوا موجودين، انا مش بقول ان احنا كل واحد هياخد وضعه ومكانه الصحيح، فمعنى كده الام هتختفي من حياه ابنها والاب هيختفي من حياه بنته. بس انا اقصد انه بالعكس، ان دور الاب في الفتره دي بالنسبه للبنت مهم جدا. اكيد كمساند ليها بالظبط، كاحتواء، كسند ليها. طبعا دي حاجه مهمه جدا. ولما بيغيب كمان دور الاب في المرحله دي بنلاقي اللي هي البنات اللي بتبص للمستر بتاعها او تروح تحب بابا صاحبتها، لان هي شايفه ان هو بيعرف يحتوي بنتها، يعني صاحبتها اللي هي بنته قوي. فبالتالي انا بقول لازم وجود دور الاب في حياه البنت في المرحله دي. الام هتديله تنويهات على الحاجات اللي بتمر بيها البنت، وهو هيبقى مطمنها ويكسر حته الخجل فيها. يعني في بنات بنشوفها ان هي بتبقى مكسوفه ان هي تقول لباباها ان هي مثلا جات لها الدوره الشهريه، او الولد نفس الشيء بيكسف يقول لمامته ان هو مثلا في اي حاجه حصلت، او مراحل البلوغ اللي احنا عارفينها كلها عند الولد. فبالتالي لا، انا عايز اكسر الحاجز ده علشان في اي وقت بابا مش موجود، مسافر زي ما سمر قالت، متوفي بس كان ليه دور معانا في مرحله المراهقه. انا بتكلم ان هو خسره في المرحله دي. طيب. فيبقى في بديل ان هو يحكي لمامته. خليني اسالك في نقطه مهمه جدا، وهي مرحله المراهقه دي بتبقى يمكن فيها اول فترات بقى الحب الاول، واعمل ايه بقى انا دلوقتي في بيتي، داخله بنتي او ابني، اي ام او اب في البيت، وبالذات بتبقى الام، يعني خلينا نقول الفتره دي بتبقى الارتباط اكتر بالام أكتر. لو ولد او بنت، انا بحب زميلتي او انا بحب زميلي وعايزين نتجوز، دي في السن اللي هو لسه فيهوش اي جواز ولا اي حاجه. طبعا احنا كلنا عارفين هنعمل ايه في الوقت ده. انا عارفه ايمان هتعمل ايه بالذات. انا عارفه كلنا عارفين هنعمل ازاي. ايمان لا خلاص بعد الهوا هنقول لك بقى. بس فعلا التعامل الصح ازاي؟ يعني هقول لك اللي بيتعمل، ان البنت بيتزعق لها، بتتضرب، بتتمنع من نزول المدرسه لمده، ممنوع دروس، ممنوع الاختلاط، ممنوع الموبايل، بتسحب وهكذا. يمكن الولد الموضوع بيبقى منفتح اكتر لان ده ولد، احنا يعني التشجيع بيبقى اكبر للاسف. يعني احنا ممكن نشوف ان الام فرحانه بيه وبتتباهى قدام اصحابها، ده شفتي بيحب البنت الفلانيه اللي معاه، ده هجوزها له، ده كذا. مع الولد بيبقى فيه تساهل، مع البنت بيبقى فيه طبعا تضييق بشكل متصاعد الامور بشكل غريب. التعامل الصح في الموقف ده ايه؟ خلينا معترفين ان احنا كده كده من البدايه في فكره التربيه بتتوارثها جزء من الاجيال، اللي هو التفرقه ما بين الولد والبنت حتى في نظام التربيه، زي ما انت قلتي طبعا، اللي هو البنت الولد مسموح له، البنت لا ممنوع. فكره ان انا يعني اعنف ابني عن ان هو جاي بيصارحني بعواطفه، او بنتي عن ان هي بتصارحني بعواطفها، ده مش صح ومش سليم ان انا اخد منها الموبايل وامنحها من كل شيء. كان في مشكله من امي جايه لي بتقول لي ان هي فعلا بنتها مرت بده كله، فاخدت منها الموبايل وضربتها، قالت لباباها، باباها ضربها طبعا، ممنوع المدرسه، قعدت شهر ما تروحش المدرسه، كل حاجه ممكن توصلها لاي حد للشاب ده ما كانش بيحصل. لحد ما الام اكتشفت ان هي معاها جواب، قالت لي انا ما اعرفش وصلت له ازاي. انا كرد فعلي ان انا قعدت اضحك، لان احنا للاسف بنبقى شويه مش مستوعبين ان المراهق ده ذكي وذكي جدا، لو انا منعت عنه شيء هيروح يوصل له. اكتشفت ان صاحبتها جات لها علشان تطمن عليها وجابت لها الجواب. هم عندهم حلول بديله جدا، ولو انت قفلتي عليهم من هنا هيروحوا يفتحوا الباب من اي حته تانية يخرجوا منها. فكره ان انا بكلمه في مصارحه المشاعر، المشاعر اللي انت فيها دلوقتي مشاعر متخبطه، لان انت مش في مرحله ثابته، هتتغير مع الوقت، واعرفه ان اللي فيه ده قولي انت بتحبيه ليه او انت بتحبها ليه، فهيقول لك سبب، وطول ما في سبب فمعنى كده ان انا خرجت من دايره الحب بقيت اعجاب. طب مثلا انا بحبه عشان دمه خفيف وكل اصحابنا ملمومين حواليه، طب يا حبيبتي هو لو مر بحاله وفاه او تعبان وما كانش عنده مقدره ان هو يضحك، هتفضلي تحبيه؟ اواجهها بده، انا مثلا يا ماما بحبها اصل هي فيها شبه منك ومش عارفه ايه وبتتصرف زي تصرفاتك، طب يا حبيبي بس انت شفتها بعين ان هي تبقى زوجه؟
لما تكون شبه ماما حاجه، ولما تبقى زوجتك واختك ومراتك وحبيبتك وكل حاجه هتبقى حاجه تانية. انت هتمر وانت كمان هتمر ولسه هتقابلي وتشوفي وهتحبي وهترتبطي في فتره الجامعه. لازم بقى نفتح باب النقاش بالظبط، يعني نقرب نبقى صحاب اكتر. واهم حاجه في الفتره دي وفي المرحله دي ان انا ما اقدرش بابني، مش قول لي يا حبيبي، قول لي ايه اللي مضايقك. وبعدين كل المعلومات تبقى عند بابا على طول. انت ازاي تعمل كده؟ لان فكره ان انا غدرت بيه مش هيجي لي تاني يحكي وهيقفل على نفسه اكتر واكتر. يعني التعنيف وحش والزعيق والضرب وكل ده طبعا انت بترفضيه. الحل في المواقف اللي زي دي ان احنا نبقى ويحبذ ان هم يبقوا قدام عيني. عرفيني عليه، عرفني عليها. في حاجه مهمه قوي، الفروقات الشخصيه. مش كل البنات زي بعض، مش كل الولاد زي بعض. اكيد في يعني البعض بتمر عليهم المرحلة دي بهدوء كبير، وفي الفترة دي بتبقى بالنسبة لهم فعلا عنيفة جدا. هنا بقى برضو يعني الأم والأب بيتعاملوا إزاي؟ العنف هنلاقيه ملاحظ في الفترة دي أكتر في مرحلة القهر والقمع. أنا عارفة إن ابني كبر، بس أنا عايزة زي ما بيقولوا كده أشكمه أو ألجمه، مش عايزة يخرج عن طوعي. فبتلاقي الأب والأم، أنت مهما كبرت يعني إحنا أكبر منك، انت مش هتروح وتيجي غير لما احنا نقول لك. فبالتالي هو شايف برضو مش مستوعب قوي، انا طولي نفس طولك وبقيت راجل، او انا بقيت زيك بنت، فمتخيل ان مفيش فرق طبعا. فبنلاقي بقى ان الاقحام والمراقبه في حياه المراهق وقتها هو بيصدك، هو مش عايز ده، فبعيدي عني، ومش عايز زعيق هزعق لك، مش عايز امر انا همشي كلامي عليكي. فبنلاقي ايه، الصوت بيعلى، هو ممكن يعلي على نبره صوتك، بمعنى ان النديه دي اللي بيبداها الام والاب طبعاً، مش الطفل طبعا. ان انا مش عارفه افهم المرحله دي كويس. انا لو صاحبته دايما بيقول لك إيه؟ يعني ان كبر ابنك خويه. خويه بمعنى ان انت تصاحبيه بالظبط. لازم تنزلي بمستوى عقلك للمرحله دي عشان تعرفي تتعاملي معاه. انا مريت باللي انت مريت بيه، ماما حبيبتي انا عشت نفس التفاصيل انت بتتكلمي عليه. مش هتلاقي حد يفيدك في المرحله دي قدي. تمام. علشان ايه؟ انت ليك اصحابك وكل حاجه، بس اصحابك نفس التفكير، مش هيفيدوكي زي ما انا هفيدك. تمام. احنا مشكورة جدا سهام، نورتينا. سهام حسن، اخصائية نفسية وتعديل سلوكيات الاطفال. شكرا لك. ميرسي. صباح الورد عليكي يا سهام ونورتينا، وان شاء الله نشوفك الاسبوع الجاي باذن الله. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، يا رب يومكم يبقى سعيد ومليان ورود وحاجات حلوة كتير. وبكره في نفس الميعاد من 9 ل 11 صباح الورد. صباح الورد يا ايمان. صباح الورد يا سمر، وصباح الورد على كل مشاهدينا. ان شاء الله نشوف حضراتكم بكره في حلقة جديدة.